جاهزين؟ نعم. وزعوا حالكم يا جماعة، وزعوا حالكم. تعالوا هون. طارق. اه نعم. اوكي. صباح الخير للجميع. يعني في البداية بنحب نتقدم لكم بالشكر الجزيل على تلبية هذه الدعوة، خصوصا في يوم وقفة عرفة وفي هذا الطقس الحار. نتقدم بالتهنئة من أبناء شعبنا بمناسبة وأحرار العالم، بمناسبة حلول شهر عيد الأضحى المبارك، ونخص بالذكر أسران البواسل وعلى رأسهم أسرى جامعة بير زيت وعائلات الأسرى الشهداء والجرحى. نقف اليوم على أبواب جامعة بير زيت، هذا الصرح الذي شكل تاريخيا، فضاء معرفيا، وطنيا شامخا، والذي تحرص نقابة أساتذة وموظفي جامعة بير زيت على الحفاظ عليه وتطويره كمؤسسة ديمقراطية تسودها حرية الكلمة وحرية العمل النقابي لتستمر في خدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني. تخوض نقابة أساتذة وموظفي جامعة بير زيت اعتصام نقابي منذ 18 يوما دفاعا عن حقوق زميلات وزملاء لنا في دائرة الخدمات الطبية تعرضوا للتعسف والاستهداف من قبل إدارة الجامعة. ونحن إذ نؤمن أن الخلاف مع إدارة الجامعة الحالية هو خلاف حول الرؤى والسياسات والنهج الإداري، اضطر النقابة أن سياسات إدارة الجامعة وتوجهاتها لخصخصة مرافق الجامعة من دائرة الخدمات الطبية والتأمين الصحي ومعهد سميح دروزة للصناعات الدوائية بعد خصخصة مرافق أخرى ونهج الجامعة في إعلاء البعد المالي على البعد المعرفي والحقوقي والأمن الوظيفي وانتهاجها المركزية المفرطة في اتخاذ القرار بعيداً عن المشاركة التي طالما شكلت قوة وتميز جامعة بير زيت. والأزمة النقابية الحالية جاءت نتيجة للممارسات التعسفية بحق الزميلات والزملاء في دائرة الخدمات الطبية، حيث تم إنهاء خدمات مديرة دائرة الخدمات الطبية بعد إجراء لجنة تفتقر إلى أدنى مقومات الموضوعية والمهنية والحيادية، وذلك في محاولة لحسم الخلاف حول الرؤى والسياسات والنهج من خلال استهداف أصحاب الرؤية والرأي المخالف وتحويل القضية إلى قضية تقنية. وإننا نؤكد على إيماننا بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم في بنائها وتشكيل قوتها ومناعتها وتميزها قطاعات واسعة من أبناء شعبنا يهمهم إبقاءها وتطويرها ويهتمون بما يجري فيها. ويأتي هذا المؤتمر لوضع الأوفياء والمخلصين في صورة النضال النقابي الحالي، مع تأكيدنا والتزامنا بأن حل خلافات الجامعة يجب أن يكون داخل الجامعة وبين مكوناتها. وعليه فإن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بير زيت تعلن قبولها مقترح طرح اليوم صباحا من قبل أعضاء في الهيئة العامة بتجميد كافة الإجراءات الأخيرة من طرف الإدارة بحق دائرة الخدمات الطبية ومديرتها وتشكيل لجنة تقصي حقائق مهنية وموضوعية وحيادية ذات اختصاص من داخل الجامعة لتقف حكما في هذا الخلاف. ونحن بانتظار موافقة الإدارة على هذا المقترح لتجميد الإجراءات النقابية وتجنيب الجامعة أزمة وتعطيل، وخاصة في ظل قدوم واستلام إدارة جديدة للجامعة بداية شهر آب. يعني نحن ننتظر الموافقة من إدارة الجامعة، واتخذنا قرارنا بألا نقوم بالتصعيد هذا اليوم بانتظار رد الإدارة على أمل أن يكون الرد إيجابي، ونحتفظ لأنفسنا في حال الرد السلبي بتصعيد الإجراءات قريبا بعد العيد. يعني هذا ما يجري الآن. الآن نحن قمنا بخصخصة، أو الإدارة قامت بخصخصة جزء من الخدمات الطبية وهي المختبر لشركة خاصة ضمن عقد لم يتم حتى بعطاء، وكان هناك المختبر كان تحت إشراف وإدارة الجامعة، كان هناك موظف للجامعة يقوم بإجراء الفحوصات والإشراف عليها،
وكان وبمهنية أعلى مما يتوفر الآن، حيث نضطر إلى نقل الدم بعد فترة طويلة ومسافات طويلة لإجراء الفحوصات خارج الجامعة. دكتور سامح، هل الموضوع يتعلق بدائرة الخدمات الطبية؟ هل هناك تغيرا كما ألمحت في سياسة البناء داخل جامعة بيرزيت ما يتعلق سواء بالكادر أو السياسات، واختلافات جوهرية عما كانت عليه جامعة بيرزيت؟ يعني هو خلاف جذري في النهج الذي تتبعه الإدارة خلال السنوات الماضية، الخصخصة هي جزء من هذا النهج الجديد الذي نقف ضده بقوة. هناك نهج القرارات أو المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات في الجامعة، وأيضا نظر إلى الجوانب المادية فقط على حساب التميز الأكاديمي، على حساب الحريات العامة، على حساب القضايا الرسالة الوطنية والمجتمعية التي تحملها الجامعة. هذا ظهر بشكل جلي وفي السنوات الأخيرة، وينعكس بشكل قضايا عينية تضطر النقابة إلى الوقوف مع أصحابها والدفاع عن حقوقهم. لا لا، نحن مستمرون في اعتصامنا، نحن نبيت هنا بعيدا عن عائلاتنا وأسرنا منذ 18 يوم. بالأمس كان هناك اجتماع للهيئة العامة وبرزت أصوات بعد كشف كافة الحقائق أمام الهيئة العامة، برزت أصوات تدعو إلى إجراء لجنة تحقيق محايدة وشفافة وذات صلاحية للمحاسبة، ونحن مع هذا التوجه. سنعطي الفرصة اليوم وغدا للقبول بهذه المبادرة من قبل الإدارة، بعد ذلك وبعد العيد نأمل أن تكون الأزمة انتهت. إذا لم تنتهي الأزمة سنلجأ إلى التصعيد بعد ذلك. ما أفق التصعيد أستاذ سامح؟ يعني ما أفق التصعيد في حال يعني وصلت الأمور إلى حدود لم تتفقون على شكل لمبادرة جديدة؟ يعني هذه الإدارة هي إدارة منصرفة تنهي أعمالها في نهاية هذا الشهر، ويتسلم الرئيس المكلف مهام منصبه بداية الشهر القادم. هناك 8 أيام بعد العيد سنجمد الدوام خلال هذه الفترة حتى تستلم الإدارة الجديدة، حتى لا نعطي فرصة للإدارة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التعسفية بحق زملائنا. يعطيكم العافية وشكرا لكم.